اشتعلت النيران من قبالة سواحل الفجيرة إلى قبالة سواحل إيران. يتواصل تعرض ناقلات النفط إلى الحوادث. ليست صدفة ربما أن تتزامن هذه الحوادث في كل مرة مع محاولات لتهدئة التوتر في المنطقة. على مسافة 30 ميلا من سواحل إيران الجنوبية يتصاعد الدخان من ناقلتي النفط بعلمي بنما وجزر المارشال، تعود ملكية حمولتيهما إلى اليابان وسنغافورة وتايلاند. وتتحرك إيران لإنقاذ 44 بحارا من طاقميهما تماما في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء الياباني يجلس إلى المرشد الإيراني الأعلى. أبي كان قد شدد من طهران على ضرورة تجنيب الشرق الأوسط أي تصعيد. نعتقد أن المباحثات مع أمريكا لن تحل أي مشكلة لدينا. الأمريكيون مارسوا أشد أنواع العداوة التي يمكن أن يمارسوها. لا يوجد عندي أي رد على ما نقلته عن ترامب، سأوضح لكم، ولكنني لن أبعث له بأية رسالة، فهو ليس أهلا لتبادل الرسائل معه. الحوادث غير المتوقعة في مياه المنطقة دفعت وزير الخارجية الإيراني للتعليق عليها بالقول بأنها أكثر من مشكوك بها، مجددا التأكيد على ضرورة الحوار الإقليمي. حوادث لا يمكن قراءتها بعيدا عن توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، تواصل إيران توضيح موقفها منه، وهذه المرة من قمة شانغهاي. قضية الأمن سواء في منطقة الخليج الفارسي الحساسة جدا أو في الشرق الأوسط أو العالم تحظى بأهمية خاصة، وإيران حريصة على الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة. أمريكا تمارس الإرهاب الاقتصادي وحربا علنية ضد شعبنا الذي سينتصر بالتأكيد. حتى الآن تم الاكتفاء بإيداع الحوادث في بريد مجهول، لكن السؤال الأهم هو من المستفيد؟ يجب علينا ألا نستبعد الدور الإسرائيلي بذلك، وبالتالي عدم وصول التحقيقات بشكل منطقي في ميناء الفجيرة ساهم في حدوث الحادث الثاني. من جديد تخلط الأوراق، الحوادث الأمنية في مياه المنطقة تتجاوز في انعكاساتها حدود إيران ودول الإقليم، إذ تقلق الجميع حول مصير شريان طاقة يؤمن أكثر من 40% من حاجيات العالم. حازم كلاس، العربي، طهران.